تقرير حقوقي يكشف عن استيلاء نظام الأسد على ممتلكات آلاف المعتقلين بقيمة تجاوزت ملياراً ونصف المليار دولار أمريكي. الائتلاف الوطني يجري سلسلة تعديلات على نظامه الداخلي ونسب التمثيل ويقول إنها تندرج في إطار الإصلاح. وموجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسواق المناطق المحررة، والمواد الأولية والسلع الغذائية أصبحت صعبة المنال. مرحبا بكم. نقلت صحيفة الجارديان عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن النظام صادر ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن مليار ونصف مليار دولار، شملت سيارات وعقارات ومجوهرات من مواطنين سوريين لمجرد اتهامهم بالانضمام إلى احتجاجات عام 2011. نظام الأسد لم يكتف بسلب المعتقلين حياتهم وحريتهم، بل صادر أملاكهم وجردهم من كافة حقوقهم المدنية. صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن ما يقرب من 40% من المعتقلين تعرضوا لمصادرة أملاكهم منذ عام 2011، وأن الممتلكات المصادرة من عقارات وسيارات ومجوهرات تجاوزت قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار أمريكي. من خلال هذه الأموال والإيرادات حاول نظام الأسد الالتفاف على العقوبات الدولية، إضافة لضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه بحسب الصحيفة. الجارديان قابلت عدة معتقلين قالوا إنهم أجبروا على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوبو الأعين بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات، ولم يكونوا يعلمون أنهم تخلوا بهذا التوقيع عن ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية. جمعية المعتقلين قالت إن نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وفي تقرير لها العام الماضي أكدت أن النظام استخدم المعتقلين والمخفيين قسريا وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وقدرت الرابطة أن تكون عملية الابتزاز المالي منذ عام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه قرابة 900 مليون دولار أمريكي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد منير المنسق في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ محمد على شاشة حلب اليوم. بداية، يعني كيف حصلتم على هذه الأرقام وما مدى دقتها؟ نحن في رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا من حوالي سنة أو أكثر بشوي كنا من خلال شبكة علاقاتنا الواسعة مع الناجين من سجن صيدنايا، وكونه نحن أيضا ناجين من سجن صيدنايا، أجرينا استبيان دقيق شمل كل عدد كبير، نسبة كبيرة من الناجين الموثقين عنا، وكان في أسئلة محددة حول موضوع التقرير اللي بين إيدينا اليوم، شو هي عمليات الابتزاز أو غير عمليات الابتزاز، عمليات المصادرة لملكيات، سواء تمت أثناء خلال عملية الاعتقال نفسها، يعني لما يفوتوا بيداهموا بيته وبيعتقلوا وبيصادروا، أو سواء اللي تمت فيما بعد بناء على قرار الفرع الأمني أو بناء على قرار المحكمة الميدانية. بتعرفوا أنه الفرع الأمني تأخذ قرارات احترازية أو هيك يسموها بالحجز على أملاك المعتقل بحجة أنه هو كان عم يمول الإرهاب، وايضا المحكمه الميدانيه بتاخذ هيك قرارات، تصدر قوائم عن المحكمه الميدانيه بالحجز على املاك اصحاب الدعوه نفسهم المنقوله وغير المنقوله. طبعا انا واحد من الناس ايضا في قرار حجز بحقي.
يعني هنالك رقم، يعني 40% من المعتقلين يعني تمت مصادرة أملاكهم، هو رقم ليس سهلا. ومن هنا كيف يمكن من خلال توثيقكم هذا استعادة حقوق هؤلاء ولو بعد حين، يعني صح التعبير؟ هلا بحد ذاته توثيق هذا الرقم هو نقطة بداية وانطلاقة من أجل استعادة هي الملكيات أو هي الحقوق. بداية عندنا هاي النسب، عندنا هاي المعلومات، عندنا الضحايا نفسهم موجودين، هم أصحاب الحق. نحن في المستقبل ممكن كرابطة معتقلين ومفقودين صرنا معنيين بالمعتقلين والناجين منهم، ومعنيين بالمختفين قصرا، ومعنيين بعائلاتهم، أن نساعدهم في بناء ملفاتهم، بناء قضاياهم من أجل التقاضي وتحصيل هذه الحقوق ضمن برنامج تقاضي أو ضمن برنامج ما يعرف بجبر الضرر لاحقا. يعني إذا ما قدر الناجي حصل أموره من خلال التقاضي، حصل حقه من خلال التقاضي، يمكن يكون في المستقبل برامج لجبر الضرر. هذه مرتبطة بشكل أكبر من رابطة صيدنا، مرتبطة باستحقاقات الحل للقضية السورية والعدالة الانتقالية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد منير الفقير، منسق في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، ضيفي من إسطنبول. طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بضرورة تعزيز الجهود لمعرفة مصير المفقودين في سوريا. وقالت باشيليت في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عائلات المفقودين هم ضحايا أيضا ولهم الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة. كما أضافت المفوضة السامية أن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا بما في ذلك المختفين قسريا والمختطفين والمعتقلين تعسفيا يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد. بعد سلسلة من التغييرات بين أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض، عقد رئيس الائتلاف سالم المسلط ومعه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عقد مؤتمرا صحافيا في مدينة اسطنبول حول آلية التغيير التي حدثت والخطوات القادمة للائتلاف. مراسلنا حسين الزيدي حضر المؤتمر وعاد لنا بهذه المادة. عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مؤتمرا صحفيا في مقره في مدينة اسطنبول، حضره رئيس الائتلاف سالم المسلط ورئيس الحكومة السورية المؤقتة بالإضافة لعدد من الأعضاء. طبعا تحدث المسلط خلال هذا المؤتمر للعديد من وسائل الإعلام التي حضرت هذا المؤتمر عن ضرورة وحدة المعارضة، تحدثوا أيضا عن آلية التغيير التي حدثت في هذه المؤسسة في الآونة الأخيرة، عن تغيير النظام الداخلي أيضا، كما تحدثوا عن ضرورة البدء بإصلاحات في كافة المؤسسات الثورية. وأكد المسلط أنه لن يكون هناك أحد بمنأى عن التغيير في معظم المؤسسات إذا اضطر أو إذا اقتضت المصلحة العامة لهذا التغيير، حتى وإن كان التغيير قد يطال رئيس الائتلاف ذات نفسه. طبعا تحدث المسلط عن النظام الداخلي وآلية تغييره التي استغرقت 3.5 أشهر وكانت عن طريق لجنة مكونة من 8 أشخاص ناقشوا خلال هذه الأشهر تفاصيل وبنود النظام الداخلي، ثم أقره الائتلاف وسينشر بحسب المسلط على معرفاتهم الرسمية في الأيام القليلة القادمة. طبعا أكد الجميع هنا على أهمية العمل ككتلة واحدة، كيد واحدة، أكدوا على توحيد المعارضة بكافة مكوناتها بعيدا عن التكتلات والتحزبات لطرف معين وجهة معينة. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول. أكدت فرنسا على التزامها بضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على هجماته باستخدام السلاح الكيميائي، واستذكرت الهجمات التي شنها النظام على مدن خان شيخون
في ريف إدلب ودوما في ريف دمشق. الخارجية الفرنسية قالت في تغريدة لها على تويتر إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وثقتا مسؤولية النظام عن الهجمات المميتة بغاز السارين في خان شيخون على نطاق واسع، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت بنحو 2,000,000 يورو لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسيما عملها في سوريا. ذكرت صحيفة جسر المحلية أن قسد أبلغت عائلة بريف الرقة بمقتل ابنها المدعو مصطفى علي العابد في أحد السجون التابعة لها في الحسكة، مشيرة إلى أن أحد العناصر السابقين أو إلى أنه هو كان أحد العناصر السابقين في تنظيم الدولة. إلى ذلك أقدم مسلحون من تنظيم الدولة على قتل سعد الخلف العضو في مجلس اليعربية المحلي قرب البلدة الواقعة في ريف الحسكة الشرقي، كما اتهم التنظيم الخلف بالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية بحسب الصحيفة. شاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها، لكن بعد الفاصل. سميحة أحمد امرأة في ريف اللاذقية عرفت منذ أيام الثورة الأولى بلقب أم الثوار. مرحبا بكم من جديد شاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. تشهد أسواق الشمال المحرر بشكل عام ارتفاعا في أسعار السلع، ومع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المبارك قفزت الأسعار إلى مستويات قوبلت بالرفض من قبل السكان. نتابع المزيد في تقرير مراسلنا من مدينة الباب. شهر رمضان هذا العام ليس كما قبله، المحال التجارية تشهد ضعفا في إقبال الصائمين عليها، على الرغم من وجود ما لذ وطاب، إلا أن الأسعار تشكل حاجزا مرعبا للأهالي، خصوصا أصحاب الدخل المحدود منهم الذين لا يتمكنون من تأمين ولو جزء قليل منها. يوميتي بس حبلي 20-30-40 ليرة، بدي أجي أطبخ طبخة معالي بتكلفني 100 ليرة، لتر الزيت 37 ليرة شي ظلم، باذنجان ب20 ليرة، البطاطا 8 ليرات، أسعار غلا فاحش. يعني لعيلي واحد عم بسحب 20 ليرة ما عم بحط 50 ليرة، يعني اللي عم تسحبه ما بوفي. الخضار بكافة أنواعها قد ارتفعت أسعارها بشكل لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية القاسية التي يمر بها سكان المنطقة، فالغلاء العالمي لجميع السلع تأثرت به أسواق الشمال السوري إلى جانب الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع التي ساهمت أيضا في هذا الغلاء بحسب ما قاله أحد تجار المنطقة. في عنا ارتفاع أسعار عالمي، يعني البضائع غلت بمراكز، إن كان بمصر وإن كان بتركيا غلت، وفوق الغلاء صار غلاء الضرائب، يعني كله رفع الرسوم الجمركي تبع دخول البضائع. معبر تركيا كانوا ياخذوا على البراد 500 ليره تركي صاروا ياخذوا 10,000 ليره تركي، هي بالنسبه لجوات تركيا. وبالنسبه للمعبر السوري كمان ضافوا الجمرك بال100 100، الترفيع من هنيك لهوني ياخذوا كانوا 25 دولار صاروا ياخذوا 50 دولار، الدخل على سوق الهال كمان هي ضريبي، الطلعة من سوق الهال ضريبي. غلاء من جهة وغياب الرقابة التموينية من جهة أخرى، فتحديد الأسعار غائب عن الأسواق،
وربما معظم السلع قد يختلف سعرها من مكان لآخر، لتبقى معظم العوائل في حيرة بكيفية تأمين احتياجاتهم في هذه الأزمة الحرجة. ضعف المردود الاقتصادي وقلة فرص العمل إضافة لارتفاع الأسعار في الأسواق عوامل تمنع الأهالي من تأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب. عبد الرحمن، مراسلة قناة حلب اليوم مباشرة من إدلب. سلوى، تابعنا معا الأسعار في هذا التقرير، بلغت مستويات غير مسبوقة في ريف حلب، ماذا عن إدلب؟ نفس الأمر حقيقة عمار، أن الأسعار يوما بعد يوم تتزايد، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك نتيجة موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة قبل رمضان أيضا بالتحديد، ما أدى لخسائر فادحة في أسعار في المحاصيل الزراعية التي كانت من المفترض، هي في البيوت البلاستيكية كان من المفترض أن تضخ إلى الأسواق، الآن هي نضجت، ولكن ضخ هذه المحصولات يعني الزراعية يتم بكميات قليلة جدا، وهذا ما يرفع الأسعار في مدينة إدلب التي تعتبر من المدن الزراعية. أيضا هنالك كما ذكر الزميل محمد السباعي في تقريره أن المواد يعني هي عليها رسومات جمركية وأيضا ارتفعت عالميا، يعني أسعارها ارتفعت عالميا ليس فقط الخضار. طيب ارتفعت عالميا، ماذا عن القدرة الشرائية سلوى للسوريين في إدلب؟ يعني ما هو متوسط دخل العامل السوري في إدلب أو الأسرة السورية في إدلب، وهل يتناسب مع هذا الارتفاع؟ يعني هنا السؤال. حقيقة أن الوضع مأساوي جدا، يعني كما نشاهد في الأسواق متوسط دخل العامل أو العاملة، لأن هنالك نساء كثيرات يعملن في الأراضي الزراعية وفي المحاصيل، يعني متوسط الأجر اليومي 30 ليرة تركية للأسف، وهو يعني أقل من تكلفة الاحتياجات اليومية، يعني الشخص إذا كان يريد أن يطبخ فقط من دون لحوم تكلفه تقريبا وجبة اليوم 80 أو 90 ليرة دون لحوم، فقط الخبز والأرز وبعض الخضار لصحن سلطة صغير، لكن مع وجود اللحوم طبعا أكثر، ولكن هذا لا طاقة لأغلب المدنيين المتواجدين في مدينة إدلب يعني على احتماله، لذلك يلجؤون إلى الاستدانة من بعض بائعي الخضار، يلجؤون إلى الاستدانة من السوبر ماركت أو من محل اللحوم، يعني موضوع الاستدانة يزيد يوما بعد يوم في مدينة إدلب، لا أعلم إن كان في مناطق أخرى. أيضا هنالك بعض يعني الوجبات التي توزع على الفقراء والمحتاجين يعني من قبل منظمات أو جمعيات، ولكن بالنهاية يفطر كثير من الصائمين في مدينة إدلب وريفها على وجبات يعني قليلة جدا وبكميات خضار تشترى بالحبة للأسف. يعني كان الله في عون أهلنا في الداخل السوري، أشكرك جزيل الشكر سلوى عبد الرحمن مراسلة قناة حلب اليوم، كنت معنا من إدلب. قالت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية في بيان لها إنها رصدت ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية ممن يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من باب الصدقة، وهو ما اعتبرته سرقة لأموال الدولة. التقرير التالي والتفاصيل. من يريد أن يتصدق فليتصدق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين، بهذه العبارات تخاطب وزارة التجارة الداخلية لدى نظام من قالت إنهم يسرقون أموال الدولة من خلال التبرع ببطاقاتهم التموينية لأشخاص أقل منهم قدرة. تلاحق الوزارة التابعة لنظام متهم بالفساد لقمة الخبز لمواطنين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، بينما تقف عاجزة عن إيجاد حلول تغني الفقراء عن بطاقة تموينية قد لا تسمن ولا تغني من جوع. ضمن آخر تصريحات مسؤولي النظام المتعلقة بالواقع المعيشي، يقول رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في مدينة اللاذقية معين الجهني
إن البندورة مصنفة كمادة خاصة بالفئة المخملية لارتفاع أسعارها. تعامل مسؤولي النظام ومؤسساته مع واقع الأهالي يثير في كل مرة استياء وسخرية المواطنين، بينما يبقى الواقع كما هو عليه إن لم يكن أسوأ. يبحث النظام عن مصادر دخل من أموال السوريين في مناطق سيطرته. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة نظام قالت إن قيمة غرامات الضبوط التي سجلتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغت نحو 1.5 مليار ليرة في كافة المحافظات السورية. أما معارضي النظام فتقول صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها إن النظام بات يستخدم أموالهم كمصدر دخل إضافي له، إذ تحدثت عن مصادرة نظام ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، بما في ذلك السيارات وحقول الزيتون والمتاجر والمنازل والإلكترونيات والمجوهرات، حلول لا تبدو مجدية في ظل العزلة الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا التي يحاول النظام التخلص منها. كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن أن برنامج الأغذية العالمي خفض للمرة الرابعة محتويات السلع الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا. وقال الفريق في بيان له أن قيمة السعرات الحرارية للسلة انخفضت من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية، معبرا عن أسفه الشديد إزاء التخفيض الجديد، خصوصا أنه شمل مواد أساسية. كما حذر الفريق من وقوع المنطقة في مجاعة لا يمكن السيطرة عليها، مطالبا كل الجهات الدولية بالعمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة. حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بكورونا في مناطق شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية سجلت زيادة بنسبة 21% مقارنة بشهر شباط الفائت. المنظمة ذكرت أن عدد اللقاحات الموزعة خلال شهر آذار في سوريا بلغت نحو 176,000 جرعة، كما تلقى نحو 118,000 شخص الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى أن الكمية المتاحة حاليا من اللقاحات تكفي لتشمل 43% من عدد السكان. عرفت بلقب أم الثوار في جبل الأكراد بريف اللاذقية منذ أيام الثورة الأولى. في هذه المادة نتعرف أكثر على السيدة سميحة أحمد لنعرف سر إطلاق هذا اللقب عليها. في كل مكان نسمع لقبا لسيدة احتضنت الثوار فكانت لهم أما ترعى شؤونهم ويلجؤون لها في أوقات كثيرة. هذا ما عاشته سميحة أم أحمد في جبل الأكراد بريف اللاذقية حتى أطلق عليها لقب أم الثوار. والله يكونوا جوعانين يجوا لعندي، الله رضا بالنور وإيمان عقلوبهم. أنا مكون محضرة كل شيء، احسب حساب لهالشيء، احسب حساب وانطرهم مناطرة والله العظيم. إذا يروحوا على دربي أو يروحوا وين من كان احسب حسابهم بكل شيء، قل هلق بيرجعوا يعني. والحمد لله يعني قديت واجبي والحمد لله الله، والله يسامحهم دنيا آخرة، الله يسامحهم. والله يروحوا على الحرس، يروحوا على النطر، يرجعوا ما بيتفسروا من الوحولات ومن الدنيا. والله العظيم أجلك الله، والله العظيم عم بحلف لك، مرة خسلت لهم بواطن والله العظيم، والحمد لله رب العالمين. يعرفها الثائرون الأوائل ويثمنون ما فعلت من أجلهم حين كانوا مجموعات صغيرة بعد كل مواجهة مع قوات النظام يبحثون عن أم أحمد الملجأ الآمن في نظرهم. أخي نطلع مثلا نضرب ضربي يعني ما كان معنا لا سلاح ولا شيء، كان معنا بابك شيء نطلع نقاتل فيه ونرجع لعند البيت. يعني مجموعات كانت صغيرة يعني، بس كانوا يعني عددهم كتير يعني ما قليل يعني، بس يعني على مجموعات وكلهم يرجعوا لعند أم أحمد. هي كانت تقدم لنا كل شيء، تقدم لنا الأكل والشرب والغسيل والكل شيء، ما تقبلنا قتلنا شيء، وأحيانا تحمل بارودة مثلنا وتقاتل معنا. يعني أكثر الأحيان مثلا تلاقي للجيش وتشجعنا يعني وتوقف بنص الطريق
حامل بارودي مثل النمتلة. الله يكتر خيرها. تضحيات قدمتها الأمهات في الثورة وما زلنا يقدمنها لأبنائهن، سواء كانوا من أصلابهن أم من صلب الثورة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تودي تي في.net. دمتم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.